السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نسأل من الله الرحمة للشهداء الذين سقطوا ضحية للعدوان الإماراتي الغاشم، لقصف العدوان الإماراتي الغاشم، هذا أولا. ثانيا الذي سجون وضجون أصحاب الضالع، قلنا لكم منتوش رجال، أنتو منتوش رجال، ولا أنتو حق حرب، أنتو ما يعني بدون طيران الإمارات اندعستوا من داخل شبوة هبيا لا داخل عدن، ورجعتوا تستنجدوا بالإمارات، وجت الإمارات بأكثر من 20 غارة تقصف وتقتل أبناء الجيش اليمني، حسابنا احنا والإمارات لن ينتهي، والثأر من الإمارات ما يجي طال الزمن أو قصر. والله العظيم زي ما سفكتوا دماء أبناءنا ودماء أبناء الجيش اليمني، بنسفك دماءكم يا أبناء الإمارات ويا شعب الإمارات ويا حكومة الإمارات ويا جيش الإمارات والمرتزقة الذي عندنا الذي موجودين في عدن طال الزمن أو قصر. والله العظيم ما نترك لكم شبر واحد داخل الوطن، لا والله لا تبى تنفعكم الإمارات ولا بدوم لكم الإمارات، وإحنا معناش موقفين، والحرب لم ولن تنتهي إلا بزوال الإمارات ومرتزقتها. تحياتي للجميع، تحية الجمهورية اليمنية المعنوية عالية، وبإذن الله سننتصر، ما فيش سننتصر. أمانة حقدنا وكرهنا للإمارات لا نتوارثه جيلا عن جيل، لا ننقله يعني لكل الأجيال. تحياتنا.